صرح مصدر من النادي الأهلي أن النادي الأهلي اتفق مع سواريز على تدريب الفريق. كشف مصدر من الأهلي عن اتفاق نهائي مع ريكارد سواريز لتدريب الفريق خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني. وقال مصدر من الأهلي: توصلنا لاتفاق نهائي مع ريكارد سواريز لتدريب الفريق. وأضاف: نرغب في استمرار السيد عبد الحفيظ وسامي قمصان وميشيل يانكون رفقة الجهاز الجديد الذي سيختاره المدرب. وواصل: سيتولى ريكارد تدريب الفريق لمدة موسمين، وتابع سواريز قد يحضر مباراة سموحة، وتم من المنتظر أن يبدأ المدرب مهمته في 1 يوليو. وقاد سواريز 47 عاما فريق فيسنتي البرتغالي، والذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس وتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي. وحصد الجيل فيسنتي المركز الخامس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي برصيد 51 نقطة خلف أندية بورتو ولشبونة وبنفيكا وبراغا. وفاز جيل فيسنتي تحت قيادة سواريز الموسم الماضي في 13 مباراة، بينما تعادل في 12 مرة وخسر 9 مرات في الدوري. وإن أعجبك الفيديو وأتمنى ذلك، خد الماوس واخبطه على زر اللايك، وابعته لأخوه زرار الاشتراك.